بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هشرح الجديد في أوتوكاد 2024، نسخة 2024 لسه نازلة من أسبوع تقريبا، وهنتكلم النهاردة على الإضافات والميزات اللي اتضافت للنسخة دي. أول إضافة هتكلم عنها النهاردة، أنا عندي هنا في المنيو بار اللي فوق ما شايفين في فيو، وهنا في أكتيفيتي إنسايت، أنا هدوس عليها بالشكل ده كده. هنا اتفتح لي اعدادات الاكتيفيتي انسايت. ايه هي الاكتيفيتي انسايت؟ زي ما احنا شايفين ده التعديلات اللي اتعملت النهارده على الملف اللي احنا شايفينه ده، يبقى هي خاصه باي خطوه انا بعملها او اي امر انا بعمله او اي تعديل انا بعمله على ملف اوتوكاد انا او غيري بيظهر لي في اكتيفيتي انسايت، وبيظهر لي بالتاريخ وبالوقت، وبيظهر لي مين اللي غير في الملف ده عن طريق اليوزر نيم اللي احنا شايفينه هنا، تمام؟ فانا لو جيت فتحت الجزء اللي فوق ده، هنا اول حاجه انا بختار الايام كلها من ساعه ما انا اشتغلت في الملف ده، او النهارده بس، او من 7 ايام، او من 30 يوم، اي تغييرات اتعملت في الفتره دي، فانا بختار الفتره من هنا، تمام؟ وهنا الكاستم، هنا ده التاريخ، ممكن ان انا اغيره زي ما انا عايزه، تمام؟ طيب هنيجي بعد كده على الجزئيه دي اللي هي اليوزر نيم، اما بيكون اليوزر نيم بتاعي اللي انا فاتحاه او اول يوزر، كل اليوزر نيم اللي اشتغلت في البرنامج ده. طبعا احنا عارفين ان اليوزر نيم اللي هو الاكونت بتاعنا على اوتوديسك. الجزء اللي هنا ده اللي هو فلتر باي ايفنت اهو، انا بختار مثلا التعديلات ايديت، بختار ان في حفظ للملف، عندي هنا الاول ايفنتس كل الاحداث او كل الحاجات اللي اتعملت في الملف ان انا عايزاها تظهر لي في الجزء ده، تمام؟ طيب هنيجي بعد كده نشوف مع بعض اي تغيير انا ممكن اعمله. فمثلا انا هاجي مثلا هاجي اشيل الجزء ده كده اهو، اريز اريز بالشكل ده، تمام؟ واجي اعمل فايل واقول له سيف، على طول هنا بيضيف لي ان انا عملت ايديت. لو انا وقفت على الجزء ده كده اتعمل ايديت اهو، بيكتب لي اليوزر وبيكتب لي التاريخ وبيكتب لي الوقت، تمام؟ يبقى هنا كل حاجه بتظهر عندي. طيب عندي بقى اللوكيشن اللي هو المكان اللي بيتخزن فيه الكلام ده كله. انا لو دوست على اللوكيشن كده بيبقى موجود في فولدر اسمه كومن، الفولدر ده زي ما احنا شايفين كده موجود في اوتسك اكتيفيتي انسايد، تمام؟ وممكن ان انا الاقي الكومن ده فين لو انا جيت كتبت في الكومن تحت اوبشن ودوست انتر وجيت عندي فايلز هنا ونزلت لتحت كده، عندي اهي اكتيفيتي انسايد ايفنت لوكيشن، ده اللي احنا بنتكلم عنه. لو فتحت الزائد دي ادي اللوكيشن بتاعه اهو، ممكن ان انا اغير اللوكيشن ده لما بدوس على براوس هنا واختار اللوكيشن اللي انا عايزه، لكن ده الباث او اللوكيشن اللي اتحط عليه التغييرات اللي بتتعمل. وهاجي اقول له هنا، هنا بقول له اوبن او كانسل لان هو موجود اصلا عندي هنا بالشكل ده كده، يبقى ده المكان بتاعه. يبقى احنا عرفنا النهارده الاضافه الاولى او الميزه الاولى اللي اتضافت لبرنامج اوتوكاد نسخه 2024 كده. انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.